الحمد لله رب العالمين، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن ما زلنا في ذكر بعض أعلام هذا الطريق، ومنهم أبو زكريا يحيى ابن معاذ الرازي الواعظ، سيدنا يحيى ابن معاذ الرازي الواعظ أبو زكريا. ممكن تقول زكرياء، قراءتان حتى في القرآن، قراءة نافع تقول زكرياء، لكن بقية القراء يقول لك زكريا، الاثنين قراءتان. نسيب وحده في وقته، يعني لا مثيل له. العجيب ان الاولياء كل مع كثرتهم الا ان كل ولي تحس انه مش صورة مكررة من ولي اخر، ودي من العجائب. يعني كل واحد من الاولياء والعارفين احيانا يكون عدد كبير منهم مجتمع في عصر واحد، لكن كل واحد تلاقيه نسيج لوحده سبحانه. زي الناس كده، تلاقي مساحة الوجه هي مساحة قد كده، لكن كل واحد وجهه مختلف عن التاني. يعني شيء عجيب، مع انه الوجه مساحة قد كده، فيها عينتين وفيها انف وفيها فم وجبهة، حاجات محدودة. يعني كل الهجاء بتاع الوجه كله حوالي 5 6 حروف بتعمل منهم جملة الوجه، لكن بالرغم من كده مع كثرة الناس الا ان كل واحد ليه وجه شكل. دي حاجات عجائب. والاعجب الاصبع، الاصبع مساحته اقل وما فيش صباع زي التاني. ده حاجات عجائب يعني في خلق الله. فكما ان الناس عجائب في الصورة، كذلك هم عجائب من خلق الله في الحقيقة، لان الولي له صورة وله حقيقة، ككل انسان له صورة وله حقيقة. لما بيتحقق بتظهر حقيقته على لسانه، واللي ما تحققش حقيقته بتفضل مخفية، فلسانه لا يستطيع ان يعبر. ده الانسان العامي، المسلم العامي، هو برضه فيه جواهر جواه، لكن لسانه لا يستطيع ان يعبر لانه لم يتحقق. اللي تحقق وعاش وذاق يبتدي يتكلم، فكل واحد بيتكلم بمذاق شكل، فتلاقيهم لا يتكرروا، صور غير متكرره، وده من بديع صنع الله سبحانه وتعالى. نسيج وحده في وقته، له لسان في الرجاء خصوصا، يعني كان يغلب عليه الرجاء. والرجاء عند القوم هو ان يتمنى الانسان حدوث شيء مع كمال الاجتهاد في الاخذ باسبابه، وهذا الرجاء مطلوب. وعكسه المذموم الطمع، الطمع هو تمني حدوث شيء مع عدم الاخذ باسبابه، والطمع مذموم. يبقى الرجاء عندهم لما يقول لك له لسان في الرجاء، يعني له اجتهاد زائد في العباده للحصول على ما يريد. يبقى لو اجتهاد زائد في العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة ايضا، وان كان غالب حالهم هو العبادة الباطنة، عبادة القلب. الرجاء، ما انا بنقول الرجاء هو ان يطمع لحصول شيء مع الاخذ باسباب، هو ارادة حصول شيء مع الاخذ باسباب، يسموه رجاء. ان لم ياخذ باسبابه فهو طمع او تمني، طمع او تمني. ليس الايمان بالتمني، مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده؟ ليس الايمان بالتمني، ولكن ما صدقه القول، ما وقر في القلب وصدقه العمل. العمل اللي هي الجوارح اللي هي الاسباب، ووقر في القلب اللي هو الرجاء. وكلام في المعرفة، واحنا قلنا المعرفة اعلى من العلم، لان العلم هي معرفة من وراء حجاب، والمعرفة هي علم بغير حجاب. فممكن تعرف المعرفة بالعلم وتعرف العلم بالمعرفة،
لكن الفرق بينهما وجود الحجاب وعدم. فإذا كان موجود الحجاب، والحجاب هو الدليل، العلم هي مع المعرفة بالدليل، لكن المعرفة هي العلم بالمعلوم نفسه، عرفت ربي برب. إنما اللي عرف ربه بالعالم، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، يبقى ده عالم مش عارف. وعشان كده ربنا سمى العوالم عالم، عالم لأنه علامة على خالقه، لأن كل العوالم دي ما هي إلا علامة على وجود خالق لها، لأنها لم تدعي أنها خلقت نفسها، لأن أعقل ما في العوالم هو الإنسان، والإنسان نفسه يعلم أنه لم يوجد نفسه. فإذا كان الإنسان نفسه يقول لا يوجد، لم يوجد نفسه، هتظن أن الحيوان أوجد نفسه، أو النبات أوجد نفسه، أو الكوكب أوجد نفسه؟ إذا كنت أنت يا أعقل ما في الأكوان لا تدعي أنك أوجدت نفسك، فكيف تظن أن غيرك أوجد نفسك وهو أدون منك؟ وعلشان كده كانت العوالم كلها علامة على وجود الله. فمن استدل على الله بالعالم عالم، ومن استدل على الله بالله عارف. هذا الفرق بين المعرفة والعلم. إن ينبني عنه الكشف والانجلاء، يحدث لها نوع من الكشف والانجلاء، وده يكون بالترقي. ما هو الإنسان لازم يمر الأول بالعلم، بمرحلة العلم، فيعمل بما علم. من عامل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، اللي هي المعرفة. يبقى لازم الأول تمر بمرحلة العلم اللي يعني الدليل. فإذا تحققت بالعلم عن دليل وعملت مخلصا صادقا، يوم ربنا يورثك علم ما لم تكن تعلم، فتصير بعد ذلك عارف. علشان كده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول ايه، كيف اصبحت يا حارثة؟ قال اصبحت مؤمنا حقا. قال لكل قول حقيقة، وما حقيقة ايمانك؟ قال اصبحت ارى عرش الله بارز، واصبحت ارى اهل الجنة يتنعمون فيها واهل النار يتعذبون فيها. قال له ايه، علمت ولا قال له عرفت؟ قال له عرفت. فلذلك يبقى ده انتقل من مرحلة العلم إلى المعرفة، لأنه قبل كده كان عالم. لا، الحقيقة اللي هي ما وراء هذا القول. يعني هل القول ده ادعاء، ولا القول ده عندك ليه أمارة؟ إيه أمارة الكلام ده؟ لا، أخذوا منه إن في ناس يحصل لها انجلاء وهما في حال الدنيا، فيرى ما لا يراه سائر الناس، اللي هم يسموه أهل الكشف. لأن في فرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين هو أن تعلم عن يقين بدليل، واخد بالك إزاي؟ أن يكون هو العلم المطابق للواقع عن دليل، ده يسموه علم. عن إيه؟ عن دليل، أو في دليل. طيب، لكن أنت ما شفتش المعلوم ده، ما شفتوش، انت تعلم ان في ملائكة، وهذا مطابق للواقع، وعندك دليل من القرآن ومن السنة ان في ملائكة، والقرآن والسنة يقين صح، لكن هل شفت الملائكة؟ يبقى اسمه علم يقين. تدركت فشفت الملائكة، انت محتاج بقى الدليل ساعتها؟ مش محتاج الدليل. انت دلوقتي قدامي، قاعد قدامي، هقول لك هات لي دليل انك قاعد قدامي؟ مش طالب دليل. لكن لو انا بعيد عنك وهناك واقول لهم فلان موجود ولا لا، يقولوا لي اه موجود، اقول لهم طب ايه الاماره؟ يقوموا يجيبوا لي مثلا الكراسه بتاعتك، او الشنطه بتاعتك، او النظاره بتاعتك، يبقى دي الاماره، اعرف انك انت قاعد هناك. فهمت ازاي؟ لكن انا شايفك وادور على النظاره بتاعتك، ادور على العربيه اللي مركونه بره بتاعتك، اذا كنت انت بحالك قدامي. ادي الفرق بين ايه، عين اليقين وعلم اليقين. حق اليقين انك انت بقى تتعايش معاه، يعني نبتدي بقى مش شايفك كمان قدامي، لا ده انا قاعد بكلمك وانت بترد علي، يبقى ده يسموه حق اليقين. في ناس اهل جذب، في ناس اهل جذب يبتدي كده من بدايته عين يقين على طول. والصحابة بعضهم حصل لهم كده، يعني في بعض الصحابة كوشف مرة واحدة فجأة كده،
وفي منهم من شهق فمات فما تحملش، وفي منهم من عاش كده يعني يعيش بين الناس كأنه غريب. سيدنا علي بن أبي طالب بيقول إيه؟ إني أعلم علمي بمسالك السماء أكثر من علمي بمسالك الأرض. سيدنا علي كان يقول كده، يبقى كان ده أهل كشف، دي حاجة تانية. ففي ناس بتتفاوت في هذا، في ناس تاخد قسط من هذا على قسط من هذا، وممكن يتدرج وممكن لا يتدرج، فضل الله يؤتيه من يشاء. وكلام في المعرفة، خرج إلى بلخ وأقام بها مدة ورجع إلى نيسابور ومات بها سنة 58 أو 200، يعني 250 58 و 200 يعني بلخ دي كل ما هو على شرق دجلة يسموه بلخ زمان، كويس؟ فكان في الفترة دي كان تبع فارس، دلوقتي تبع جزء كبير منه تبع العراق، وبعد كده نيسابور تبع ايران، في حتة في ايران دلوقتي في المنطقة دي. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن احمد بن حمدان الكعبوري يقول: سمعت احمد بن محمد بن السري يقول: سمعت احمد بن عيسى يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: كيف يكون، اللي هو سيدنا يحيى اللي احنا بنتكلم عنه، كيف يكون زاهدا من لا ورع له؟ تورع عما ليس لك ثم ازهد فيما لك. يبقى تفهم من كلامه هنا ان الورع قبل الزهد، يعني ما ينفعش تبقى زاهد قبل ما تبقى ورع، لان الورع هو ترك الامور المشتبهة، يعني هو تعاطي ما تحقق حله، ده الورع. الزهد ترك جزء من الحلال، يبقى الزهد اعلى، فلازم الاول تمر بمرحلة الورع حتى ترتقي الى الزهد. وعلشان كده هو بيتعجب كيف يكون زاهدا من لا ورع له، يعني هينط، ينفع تبقى انت في اعدادي قبل ما تاخد ابتدائي؟ ما ينفعش، هتسقط. لو خدوك كده من غير ما تاخد ابتدائي هيحطوك في اولى اعدادي، هتسقط، لانك ما ذاكرتش وما تدركتش. وعلشان كده هو بيتعجب ازاي انت تدعي انك زاهد ولم يكن عندك ورع وتتعاطى المشتبهات. فالزهد ترك المباحات والورع ترك المشتبهات، ولا شك ان الورع يكون قبل الزهد. كيف يكون زاهدا من لا ورع له؟ تورع عما ليس لك في الاول، اللي هي الامور اللي هي مش بتاعتك، ثم ازهد فيما لك، تزهد في المباح بقى. وبهذا الاسناد قال: جوع التوابين تجربه، يبقى في مرحله التوبه الاول، وجوع الزاهدين سياسه، يبقى بعدها مرحله الزهد، وجوع الصديقين تكرمة، يبقى الصديقين مرحلة أعلى من الزهد كمان. يبقى أنت عرفت من كلامه أنه هو بينظم المقامات بترتيب معين، قد لا يوافقه بعض العارفين، لكن هو بيحكي تجربته أنه هو ارتقى من الورع إلى الزهد ومن الزهد إلى الصديقين. فجوع التوابين تجربة، يعني امتحان للنفس، لأن الإنسان لما بيجوع نفسه، والجوع هنا مش مقصود قلة الطعام على فكرة، لا، عدم إشباع النفس مما تشتهيه مطلقا. يبقى عدم مجاراة النفس في شهواتي اسمه جوع، أنا بجوع نفسي أهو، أنا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، قد يكون طعام وقد يكون غير طعام، قد يكون منصب، قد يكون شهرة، قد يكون نساء، قد يكون مال، قد يكون أي حاجة، مش شرط يعني جوع معناه أكل يعني تقوم تروح تجوع نفسك ويجي لك انيميا، مش المقصد كده. مجوع نفسك ويجي لك انيميا، لكن انت اصلا طمعان في منصب تبقى برضه مش جعان، واخد بالك ازاي؟ برضه فالجوع هنا معناه عدم اشباع رغبات النفس، تبقى باستمرار كسر نفسك، كسرها، ده في مرحله التوبه الاول، وده بيبقى تجربه للنفس، يعني امتحان لها حتى تتمحص وتتقي. عشان كده جوع التوابين تجربة أو تجربة. وجوع الزاهدين سياسة، بعد ما النفس تبتدي بقى إيه؟
تبعد خالص بجوع التوابين في مرحلة التوبة، تبتدي تضعف، تقوم تعمل ايه؟ تنقبع، تقوم انت تسوقها. بعد ما كانت عايزة تقودك أدبتها أنت في مرحلة التوبة بالجوع فانقادت لك، فلما انقادت لك تبقى عايز إيه؟ تسيسها بقى عشان تمشي بيها. فهمت إزاي؟ وعشان كده قال لك وجوع الزاهدين سياسة، يعني قيادة للنفس نحو الأصلح. وجوع الصديقين المرحلة العالية أعلى بقى. يبقى الكل بيجوع. العجيبة ان الكل بيجوع نفسه، يعني يخالف هواه ونفسه في جميع مراحله نحو الله سبحانه وتعالى، لازم يجوع نفسه. بس في الاول تجربة علشان تجرب نفسك حتى تسوسها، لانها اولا كانت نفس مفترسة تريد ان تفترسك، فسيستها زي اللي بيبقى عنده حيوان مفترس في السيرك يقعد يروده، يقوم يضربه الاول بالكرباج ويجوعه شوية ويشبعه شوية ويديله مش عارف ايه ويحبسه يومين ويطبطب عليه يوم، يوم ايه يبتدي الاول لحد ما ايه ينقاد له. فاول ما ينقاد له تسايسه بقى. نفس التجربة، لان النفس جواك هي حيوان مفترس يريد ان يفترسك ولا يشبعها شيء، كلما اشبعتها تزداد افتراس. ففي الاول تجربة، بعد كده يبتدي ينقاد لك فبقت سياسة. الصديقين بقى اللي عليه بيجوع، طب بيجوع ليه؟ تكرمة من الله، لأن مراعاة أحوال النفس يشغلهم عن طاعة الله، فيبقى إكراما لهم ما يرضاش ينشغل بالمباح لأنه بينشغل بالواجب أو المستحب. لدرجة أن بعضهم زي ما قرأنا عنهم كان يقول لك أنه كان يفت الأكل لأنه بيحسب أنه لو كالوا الأكل ناشف يندغه، في فرق بين المضغ وأنه يبلعه على طول قراءة 50 آية، فيروح واكل الاكل بتاعه ايه فتة على طول، كله فتة كده حاجات دايبة في شوية مرقة ويبلع على طول، لانه لا انا لما ياكل العيش ناشف مش انت بتمص قصب وتقزقز لب وتضيع وقتك، لا ده هو شايف ان الفرق. وخد بالك ان مص القصب وقزقزة اللب ده حاجة لا اكل ولا شرب، ده انت بتعمله بين الوجبات لحد ما تجوع عشان تاكل الوجبة اللي بعدها. لكن هو ده بياكل عندما يشتد جوعه، ولما ياكل كمان ياكل اكل يتبلع بسرعة علشان لقى ان في فرق بين انه ياكل بالاكل المعتاد وانه ياكل الاكل الجاهز ده قراءة 50 آية. يبقى ده جوع الصديقين تكرمة من الله لهم، ليه؟ حتى لا يضيع وقتهم في المباحات، فيبقى كل وقتهم بين الواجب والمستحب. يبقى فهمت معنى كلامه؟ فهو بيدرجك وبيعرفك المقامات ماشية ازاي، وبيعرفها لك مش من كتاب هو حفظها. ما هو الفرق بين كلام العارف وكلام العالم ان العالم قد لا يكون مر بالتجربة لكن يحكيه لك، لكن العارف بيبقى مر بالتجربة فبيحكي لك طريق هو مشيه، احاسيس هو عاشها، وعشان كده يفاجئك بكلام وتركيبات لا تجدها لا في قرآن ولا سنة، ولكن تجدها موافقة للقرآن والسنة. وهو ده الفتح بقى. وعشان كده تجد كلام العارفين كده ما تلاقيهوش مكرر، لكنه تجده مطابق للقرآن والسنة لكنه مش مكرر، وعشان كده لا تشبع منهم. ليه؟ لان كل واحد يبغتك بحاجة بلمحة انت بتمر عليك كل لحظة وكل يوم وانت مش شايف، لكن هو شاف. والعجيب انها ايضا مطابقة للقرآن والسنة. وقال يحيى الفوت أشد من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق. يعني لما يفوتك فترة غافل عن الله دي أشد من الموت عنده. ليه؟ لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق، وفرق بين الخلق والحق فرق كبير. فعنده علشان كده كان عندهم يقولوا ان الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. الكلام ده اللي قالوه العارفين، اللي قالوه اصلا الصوفية هم اللي قالوا الكلام ده، ليحسوا بالوقت. كان عندهم الوقت، احساسهم بالوقت هو احساس بالنفس. انت بتحسب الوقت دلوقتي بالساعة والدقيقة، هو كان يحسبه بالنفس، كان يعبد عبادة النفس. فلو الانفاس مش في طاعة يعتبر نفسه في ايه؟ في فوت.
والفوت عنده أشد من الموت. شوف قد إيه إحساسهم بوقتهم. مش هاجي لك كمان 5 دقايق وبعدين تتأخر 10 ساعات تقول معلش أصل أنا كان في إيدي حاجة، لأن عندك أنت الحكاية ما تفرقش. لا بتفرق كتير عندهم. ليه؟ لأنه أفاق وانتبه. شوف أنت نائم ما تحسش بالوقت وأنت نايم، صح؟ لما تبقى تعبان وتنام كده وتغمض عينك، نايم 10 بالليل تعبان قوي، أول ما تفتح عينك تنتبه تلاقي 6 الصبح. حسيت أنت بالساعات دي كلها؟ من 10 بالليل لـ6 ما حسيتش بحاجة. نائم مش دريان، الوقت بيعدي ويا راجل مش حاسس بيه. لما تبقى أنت منتبه وقاعد من 10 بالليل لـ6 الصبح بقى سهران كده وقاعد بتقرا وتذاكر وتطالع، تلاقي الوقت طويل قوي وعملت حاجات كتيرة، صح؟ كذلك هو الفرق بين الغافل والعارف كالفرق بين النائب والمنتبه. وعشان كده في حاجة اسمها الغفلة والانتباه عندهم. الغفلة هو نوم القلب مع يقظة العين، اللي هو حال معظم الناس. لكن هم عندهم حاجة اسمها ايه؟ الانتباه بقى، منتبه. فشوف انت مثالك مع وانت نايم الساعات تمر عليك ما تحسش بيها. هو بقى ما عندوش هذا النوم، هو منتبه فيحس بكل دقيقة. حتى الناس يقول ياه ده الليل طويل قوي، لما يلاقي نفسه جاله أرق، لأنه طول عمره بيجيله الليل، لكن بيجيله الليل وهو نايم فمش حاسس إنه طويل. لكن أول ما يجيله أرق يلاقي إن الليل ده طويل قوي، فياما ضيع حاجات طويلة. كان زمان الناس الطيبين يدعوا لبعض يقولوا إيه؟ ربنا يأثر ليلك بالعافية، يأثر ليلك بالعافية. ليه؟ لأن لما تبقى عافية وسليم بتاكل تملى بطنك، تنام تفتح عينك تلاقي النهار طلع، ما تحسش بالليل، تتحس انه الليل قصير. انما لما يبقى واحد مريض وجاله شوية مغص او ارق او صداع او حاجة مش عارف ينام، ياه يحس بقى ان الليل، لدرجة ان بعض الشعراء عملوا اشعار في طول الليل وقصائد في طول الليل بسبب السهاد والسهر والارق، واخد بالك؟ والشوق الى المحبوب وغير ذلك. هم عندهم هذا الاحاسيس، الاحاسيس دي كانت عندهم نحو الله، لان معشوقهم هو الله. وعشان كده كانوا يسمعوا حتى الاشعار الغراميه اللي فيها تغزل بالمعشوقه اللي هي امراه، ياخذها هو على معشوقه هو فيشعر فيها بالوجد. درجه ان بعضهم كانوا يدرس قصائد الغزل، يدرسها لانها بتحمل له وجد في قلبه، لانها بتخاطب معشوقه هو. قد يكون الشاعر هو يخاطب ليلى اللي بيحبها، لكن انت كل واحد ليه ليلى بقى، هو يحملها على معشوقه هو، خدت بالك؟ وعلشان كده كانوا يدرسوا لبعضهم احيانا بعض قصائد الغزل. فيجي لك الناس اللي بتعترض عليهم يقول لك ليه بيدرسوا الغزل دول؟ لا، هو بيدرسوا على معنى اخر، معنى ارقى، معنى هو فاهمه. زي لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وانا ناس. كان احد مشايخنا يقول الحكايه دي انا بحس بيها في نفسي مع الله. فهمت ازاي؟ يعني بيقول انا الكلمه دي بتاعت ام كلثوم وهي بتقولها وماشي في الشارع يقولها، يجي يبص في قلبه يلاقي نفسه انه في قلب الله وهو مش واخد باله، وهو بيعامل الخلق، بيتعاطى مع الناس، وبعد ما يخلص معاطاته مع الناس يلاقي نفسه انه كان ذاكر لله وهو بيتعاطى مع الناس. بفكر فيك وانا ناسي. فيبقى هو بيفهمها على المعنى الاخر، على معنى يليق بمقامه وحاله. وعشان كده تجد كل واحد بيسمع الحاجة على حسب المقام اللي هو فيه. زي كان واحد من العارفين كان ماشي في السوق، سمع واحد بينادي يقول لك زعتر بري، زعتر بري يعني زعتر من البر. فاسمعها ايه؟ اسعى ترى بري. هو اسمعها كده، ما اسمعهاش زعتر بري، اسعى ترى بري، لانه هو في مقام تاني. كل واحد بيسمع اللي في المقام اللي هو فيه. فسبحانه، سبحانه اللي هو ألف هذه القلوب وخلى هذه النغمات كلها كل واحد يسمعها على حسب مراده، بالرغم ان هي لغة واحدة ونغمة واحدة، فسبحانه وتعالى على ما فعل. ليه يا سيدي؟ ما يجراش حاجة. مش سيدنا كعب بن زهير قال قصيدة طويلة في 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 غزل النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه، وبدأها ببانة سعاد فقلبي اليوم متبوله، ويقصد بسعاد هنا وسيدنا رسول الله، لأن دي رمز المحبوبة. ده رمز زي أنت ما تقول سين صاد في الرموز في الكيمياء ولا في الجبر ولا في أي حاجة، ده رمز.
سين انت تحملها مثلا، انت راجل تاجر بتاجر في الرز تعتبرها شوية رز، مش انت راجل تاجر رز؟ طب انا تاجر فاكهة اعتبرها برتقال، السين احط جنبها برتقال، واخد بالك ازاي؟ انا راجل ذاكر احط مكان السين قرآن، انا راجل محب للنبي احط مكان السين النبي، انا حالي دلوقتي مع الله احط مكان السين هو الله، لان لا موجود الا الله في الحق، وكل ما سوى الله ما هو الا ظل لوجود الله عز وجل. فهمت ازاي؟ لان هناك واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لغيره، فالانسان واجب الوجود لغيره لا لذاته، اما الله هو واجب الوجود لذاته. فهمت ازاي؟ فكل واحد بيحملها على المعنى اللي هو في قلبه. ادي المساله. مين قال؟ لا ده هم بيقولوا كده لان هم ما عاشوش حياه الصحابه. سيدنا الزبير بن العوام قالوا عليه الراجل ده مرائي. جماعه من المنافقين قالوا عليه كده، لانه كان لما يجي يصلي وينادوا عليه ولا يكلموه وبتاع ما يسمعش. فقال الزبير بيمثل. ده الراجل ده مرائي. لان هم مش في المقام ده. زي جماعة بعض جماعة الوهابية تيجي تحكي له بعض حاجات الأولياء يلاقي نفسه هو ما عاشهاش يقوم يكذب عشان هو مش عايشها، يقول لك لا هم ما كانوش كده. لا هم ما كانوش كده ليه بس؟ هو أنت عايز تخلي الناس كلهم زيك كده في كيجي 1؟ ما ينفعش. فالمهم قالوا على سيدنا الزبير بن العوام إنه هو ده راجل مرائي. ليه يا سيدي؟ يقول لك ده أما بيصلي ولا بيسمع ولا بيصد ولا بيرد ولا بيضرب حاجة، ده بيمثل. قام واحد منهم قال ايه، اتفق معاهم قال لهم طب ايه رايكم هو بيصلي حرمي عليه ميه مولعه على وشه ونشوف. فراح جاب لك ميه بتغلي وراح رميها على وشه. قالوا انه لم يتحرك، فلما انتهى من صلاته وسلم بيحط ايده على وشه كده لقى ايه اثر الحرق. قال ايه اللي جرى؟ قالوا له ده في ناس رموا عليك. قال سامحهم الله. يبقى هو ما كانش اصلا، يبقى هو كان في حال تاني اهو، واخد بالك ازاي؟ في حال تاني. يعني الصحابه مرت بكل المراحل دي، لكن الصحابه لكمال حالهم ما وصفوش لكمال انشغالهم فيما هو اهم من هذا. العارفين دول بداوا يوصفوا بعد كده ب 100 سنه ب 200 سنه. ليه؟ لان خافوا لحسن هذه المشاعر والمواجيد تندرس بسبب انشغال الناس في الشهوات وفتوحات الدنيا، فخافوا ان يبقى الاسلام ما هو الا جانب مادي فقط وينسوا الجانب الروحي اللي الناس شعرت فيه. وعلشان كده ابتدوا يصنفوا ويوصفوا الحال ده. ادي السبب. وسيدنا عبد الله بن الزبير لما الاكله جت في رجله عمل ايه يعني؟ واخد بالك؟ لما جات له الاكله عروه، سيدنا عروه، عروه بن الزبير اخوه سيدنا عروه بن الزبير، لما جاله غرغرينا في رجله قالوا له لازم نقطعها، انت كده هيجي لك تسمم وهتموت، لازم تتقطع الرجل دي. فقال لهم ما فيش الا كده. قالوا له اه ما فيش الا كده. قال لهم خلاص. وما كانش في بنج ولا تخدير ولا حاجه، وكان السبيل انه يقعدوا يشربوا خمره في غير المسلمين، في بلاد غير المسلمين يشربوهم خمره لحد ما يبقى طينه وبعدين يعملها وهو اصلا سكران. فقام سيدنا عروه بن الزبير قال لهم ايه؟ قال لهم اتركوني حتى اصلي، فاذا وجدتموني ساجد افعلوا ما شئتم. يبقى كان وارث عن ابو الزبير كده برضه الغياب. الغياب في ايه؟ في الذكر، اللي هي مقام يسموه مقام الفناء. كان يشعر بمقام الفناء ويرد الى مره اخرى بعد الانتهاء من الصلاه. واخد بالك؟ فعملوا كده. مجرد انه ابتدى يسجد وسجد راحوا قطعوا رجله وعملوها بالبتاع المغلي ده، الزيت المغلي، عشان يمنعوا الناس، يقول لك دون ان يتحرك حتى انتهوا من العمليه كلها وهو بيصلي. يبقى الصحابه مروا بحاجات احنا نفسنا ما سمعناش ان بعض العارفين مروا بيها. كانوا اقوى في هذا، فما تتعجبش. وبعدين هل انت تعرف كل الصحابه يا اخي عشان تدعي تقول ما سمعناش ان الصحابه عملوا كده؟ الصحابه عددهم 124,000 صحابي، اللي مكتوب اسمائهم بس 13,000 في كتب الصحابه. يبقى انت ما تعرفش من الصحابه بالاسم الا 13,000 تقريبا وكسور.
اللي روى عن الصحابة من ال 13000 9000، اللي اكثر منهم 12 المكثرين في الرواية 12 بس. يبقى انت تعرف الصحابة انت عشان تقول الصحابة ما حصل لهاش؟ انت بتتكلم عن حاجة انت ما شفتهاش، ده انت ما تعرفش الا يعني نذر قليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا النذر القليل كان فيه الكفاية لوصول الدين لنا بس، لكن انت ما تعرفش كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اه 12 15 10 والمكثرين من ال 12 4 كمان 5 اللي رووا بكثره، اللي رووا روايات كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي سيدنا ابي هريره، السيده عائشه، سيدنا انس بن مالك، سيدنا جابر بن عبد الله، سيدنا عبد الله بن عمر، واخد بالك؟ اه 12 بس، لا لا 12 بس، يعني عدد نذر قليل اللي روى. انت معظم روايات الاحاديث تلاقي ايه؟ تلاقي يعني مثلا سيدنا ابي ذر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الروايات اللي عن سيدنا ابي ذر مثلا ما نزلتش عن 200 حديث، تجد بعض الرواه روى حديث واحد، خبر واحد، او لم يروي شيء. يعني في حوالي 3000 صحابي لم يروي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش يعني مجرد ان اسمه جاء كده في وسط الغزوات، عرفنا ان هو كان حاضر في غزوه بدر فلان، لما تيجي تقرا 311 ولا 313 اللي حضروا في غزوه بدر تجد يا دوب اسمه فيهم بس مذكور. طب روى ايه ده عن النبي؟ ولا روى حاجه خالص، ولا نعرف عنه حاجه. طب كان وظيفته ايه؟ كانت زوجته اسمها ايه؟ يمكن ما نعرفش. طب اولاده مين؟ ما تعرفش. طب حاله ايه في العباده؟ ما تعرفش، وهو من اهل بدر اكابر على دماغنا، فانت ما تعرفش حاجه. فتدعي ازاي انك تقول اصل احنا ما الصحابه ما حصلش فيها كده؟ لا، هو امتى هو نفسه ما يعرفش الصحابه اللي روي عنهم اصلا. طب قول له، قول لي العشرة المبشرين بالجنه اللي بيقول لك كده، ما يعرفش يعده. اتحداك لو عرف يعده، عشان هو بيتكلم بس على الصحابه ويفتئت عليهم، واخد بالك، وبيقفل على نفسه باب الرحمه. وقال يحيى: الزهد ثلاثة أشياء، عشان تبقى زاهد يبقى ترتقي من الورع إلى الزهد بقى: القلة والخلوة والجوع. القلة يعني التقلل من كل شيء، يعني تاخد من كل شيء الضروري، يبقى ده زاهد. إنما لما تاخد من كل شيء اللي أنت محتاجه تبقى ورع. لما تاخد من كل شيء أكثر من اللي أنت محتاجه تبقى عمي. ما دخلتش لسه في الورع، من عوام المسلمين، كل عوام المسلمين كده. برضه من أهل الجنة إن شاء الله، ما كل المسلمين هيخشوا الجنة، بس الجنة بقى درجات. فهمت إزاي؟ هو إحنا بنقول يعني العمي ده وحش؟ مش وحش، درجته كده، مقامه كده. يبقى عايز يبقى عنده الضروري وعنده الحاجي وعنده التحسيني. يعني عايز يبقى عنده الاكل، يبقى عيش وغموس ولحمه، مش عيش بس، ما هو العيش ده ضروري، اقل منكم هياكل ايه بقى؟ ده عيش، ده ضروري. لكن لما يبقى العيش معاه غموس ومعاه لحمه يبقى ده حاجي، وبعديه فاكهه، ده تحسيني. فهمت ازاي؟ يبقى معظم الناس كده في الضروريات والحاجيات والتحسينيات. انا عندي لبس يغطي عورتي، ده ضروري، لا يغطي عورتي وزياده شويه، يبقى ده حاجي، لان ممكن احتاجه. الدنيا شمس اضلل لنفسي بيه، الدنيا بارده اقوم ادفي نفسي بيه، يبقى ده حاجي محتاجه، لكنه مش ضروري. الضروري ان اغطي عورتي. فهمت ازاي؟ والحاجي ان انا ايه، اقضي بيه حاجه زياده عن الضروره. التحسيني انه يبقى لايق على بعضه، يبقى قماشه حلو، ويبقى فوق القميص جاكيته، وتحت الجاكيته كرافطه، تحت الكرافطه فالينه، وبعدين مش كده وبس لابس شراب، والاثنين لون واحد، الفردتين مش كل واحده لون، يعني ده شغلانه بقى ثانيه، دي تحسينيات دي. فهمت ازاي؟ فهي الحياه كلها تلاقيها كده. ايوه، ما يضرش. خد بالك، احنا بقى خد بالك احنا ما بنقولش حاجه. طب ما هو قالوا ان لبس المرقع كانك تقول للناس اعطوني. احنا بنتكلم الصوره غير جوه قلبك. انت قلبك متعلق بالتحسينيات وعايزها ضروريه بحيث ما تقدرش تعيش من غيرها،
ومتعلق بالحاجيات، ولا انت بتعملها لان ربنا انعم عليك بيها لكن ما تفرقش معاك؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد القميص، تعس عبد الخميص، تعس وانتكس واذا شيق فلم تقش، مش كده الحديث كده؟ يعني اللي قلبه متعلق، مش اللي جسمه مغطى، مش المسألة في الظاهر. لأن كان ساعتها لبس المرقع أيامهم عادي، عادي أيام الصحابة كان كلهم مبناهم على التقشف. إنما الوقت أنا لو جيلكم مرقع وأخلص الدرس كل واحد هيحط إيده في ربع جنيه دهون بعد آخر الدرس، يبقى جاي يشحت مش جاي يدي الدرس. ليه؟ لأن أصبح لبس المرقع في زماننا ده بقى علامة المسألة. لكن أيام الصحابة هم كلهم قاعدين لابسين مرقع، ده هو حالهم كده، فهمت؟ فبقاش ثوب شهرة، ما كانش أيامهم ثوب شهرة، ده كان عادي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله، يعني كان يخيط نعله بإيده صلى الله عليه وسلم، وكان يرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي كان بيرقع ثوبه يبقى الصحابة عادي بقى، يبقى دي حاجة عادية كانت أيامهم في عصرهم كده. فيبقى لما يبقى كل أهل البلد لابسين ثياب مرقعة حتى العمدة وأنا ألبس مرقع يبقى ما بسألش الناس، ما ده العادي بقى. لكن لما يبقى كل الناس آخر وجاهة وبعدين أنا أمشي مرقع معناه إيه؟ أعطوني. وعشان كده سيدنا أبو الحسن الشاذلي غير الأسلوب لما تغيرت الأحوال، غير الأسلوب الطريق الوصول إلى الله ونهى عن لبس المرقع لأهل التصوف كلهم. ليه؟ لأن تغير الحال. ودي ميزة الفقيه في الطريق انه يفهم. وقال يحيى الزهد ثلاثة اشياء: القلة، القلة يعني قلبك مش متعلق بالاكثار بالتكثير، مش معناه انت في ايدك قد ايه، لا دي حاجة تانية، قد يكون كل ده في ايدك لكن مش في قلبك، فهمت؟ لكن القلة هو ان قلبك نفسه مش متعلق، كل كلامهم متوجه للقلب مش للجوارح. فلما بيجي المبتدئ يقرا الكلام ده يفتكر انه متوجه للجوارح، هيروح ماشي عريان في الشتاء يجي له نزله شعبيه والتهاب رئوي ويموت ونستريح منه، لانه جاهل مش فاهم الكلام، مش ليه. ما هو قال كده يعني عرفت الله ببدن عار وبطن جائع، مش قال كده؟ يروح مجوع نفسه ومعري نفسه وفاهم انه هيبقى ولي، هو مش هيبقى ولي، هيترمي في المستشفى مسكين يتعب. هي المسألة مش كده، يعني قلبه هو حاله كده. فبيتكلموا على القلوب مش على الأجسام. الزهد ثلاثة أشياء: القلة والخلوة، الانقطاع عن الناس إلا للضرورة، لأن بيضيع وقتك وأنت عارف إن الولي حاسس بوقته مش عايز يضيع وقته، هيقعد مع الناس للضرورة، إما بيقضي مصلحة بينصح أو يتناصح أو يطلب علم أو يتعامل معاملة مشروعة. خلص كده خلاص بقى، مفيش نقعد نلعب طاولة طول الليل لحد ما القهوة تقفل وبعدين بعد كده نروح، أو نجيب شريط فيديو نسهر طول الليل ونرغي مع بعض ونشرب سجاير ونقعد عشان القعدة تحلو، ما يعرفوش كده. يبقى هو يتعامل مع الناس كأن الناس دول دواء، دواء ياخد منه بقدر الجرعة اللي فيها الشفاء. انت تاخد الدواء تمسك الازازه كلها تشربها كده، ولا بتاخد يا دوب جرعه قليله وبعدين تسيبها؟ لو خدت ازيد هيسممك الدواء يصبح داء مش دواء. كذلك الناس، الكثره منهم داء والاقلال منهم دواء، فهمت ازاي؟ فكانوا يتعاملوا، عشان كده يقول لك الخلوه. الخلوه مش معناه ما تتعاملش مع الناس، يعني يكون تعاملك مع الناس بقدر الضروره. خلصنا مفيش ضرورة، يبقى مفيش داعي ان انا كل يوم اروح اقعد في النادي اتكلم مع الناس واقابل هم الشلة كل يوم اضيع عمر. والستات نفس الحكاية، وفي الاخر الست تتبطر وشوية الستات يتفرجوا على الرجالة والرجالة تتفرج على الستات ويعرفوا اخبار بعض ويتبطروا على ما هم فيه. تلاقي مثلا زميلتها اللي قاعدة في النادي جوزها جاب لها هدية في عيد جوازهم خاتم ب10,000 جنيه، وهي جوزها في عيد جوازها ما جاب لهاش حاجة ولا كيلو حتى فاكهه. بعد ما كانت مبسوطه من جوزها تروح مروحه البيت عايزه تتف في وش جوزها لانه مش عارف يعملها. ايه اللي خلاها تتبطر؟ وقعدها مع العالم دول.
طب وانت ايه اللي خلاك توديها النادي؟ ما انت اللي جبته لنفسك. يقول لك اصل المجتمع والصوره الاجتماعيه، طب خلاص شيل بقى الصوره الاجتماعيه، شيل الزباله. عشان كده العارفين دول كانوا فاهمين، عندهم خبره في الدنيا احسن مننا الف مره. فيقول لك الخلوه هو انك انت تتعامل مع الناس بقدر الضروره. مش معناه تنقطع عن الناس مطلقا، لا بقدر الضروره. انت راجل تاجر، على قدر ما تبيع وتشتري مع البني ادم والمساومه العاديه علشان تقول له الثمن واتفقوا على البتاع وتعمل العقد معه ومع السلامه. انما مفيش داعي ان احنا يعني نتداخل ونتكلم. واحده راحت تشتري من تاجر حاجه لبيتها، مفيش داعي تقول له شوف اصل جوزي مدوخني وعامل فيا مش عارف ايه، يقول لها لا لا ازاي بقى الحلاوه دي تتعامل بالطريقه دي، ويبتدي بقى يغازلها. طب وانت ليه انت رايحه تجيبي قوطه طماطم تتكلمي ليه انت في حاجه زي دي؟ فهمت ازاي؟ يبقى بقدر الضروره. هتجد انت لما تخرج عن الضروره في التعامل مع الناس كل المشاكل، اقرا صفحه الحوادث. هتجد كل صفحه الحوادث جميع اسبابها هي تعامل مع الناس ازيد من الضروره. ادى الى هذا. يا اما خيانه زوجيه، يا اما طلاق، يا اما قتل، يا اما مخدرات، يا اما مش عارف ايه، كل ده يا اما سرقات. كل ده بسبب تعامل مع الناس ازيد من الضروره. يوم يؤدي الى هذا في الاخر. القله والخلوه والجوع. الجوع اللي هي مخالفه النفس في شهوتها. يعني تبقى النفس كل ما تعوز حاجه تديها بقدر الضروره، اعتبرها زي ما قلت لك حيوان مفترس عندك، اسد هياكلك. الاسد اللي هياكلك ده لازم تعلمه انه يجوع احيانا ويشبع احيانا علشان يتروض معاك. والا شبعته على طول هيفترسك، ولو جوعته على طول هيموت، وانت على عايزها تموت ولا عايزها تفترسك. فهمت؟ وقال يحيى لا تربح على نفسك بشيء اجل من ان تشغلها في كل وقت بما هو اولى بها. يعني الربح الحقيقي لنفسك انك انت تشغلها في كل وقت بما هو اولى بها. شوف انت في كل وقت الاولى بيك تعمل ايه في الوقت ده. انا الوقت في وقت الاذان، يبقى الاولى بي اعمل ايه؟ اصل الوقت ده وقت انتهاء عن العمل، يبقى الاولى بي ايه؟ فاذا فرغت فانصت، يبقى اروح اتعبد، مش اروح اقعد على القهوة ولا النادي ولا اتمشى اتفرج على الناس ولا الكلام ده كله. اشوف كل وقت انا فيه. جاء رمضان الوقت بتاعه ايه؟ يبقى اصوم بالنهار، اصلي التراويح بالليل، احفظ لساني اثناء الصيام، واروح بيتي بعد صلاه التراويح. حلو قوي، هو ده الاولى بيه. يبقى كل وقت ليه الاول. انت دلوقتي راجل شباب وملكت استطعت الباءه، يبقى اولى لك في هذا الوقت ايه؟ انك انت تدور على زوجه صالحه تتزوجها، يبقى ده الاولى بيك تعمل كده بدل ما تمشي تعاكس الستات. طالما عندك هذه الامكانيات يبقى كل مرحله ليها الاولى بيها. ولادك ابتدوا يكبروا والحمد لله بقوا كويسين، يبقى الاولى ليك في الوقت ده انك تزوجهم. كل مرحله ليها وقتها، كل لحظه ليها الحاجه الاولى بيها. هو ده الانسان اللي هو فعلا يقدر يستثمر حياته وتربح حياته معاه. بيقول العقل ولا النفس ايهما يراقب الاخر؟ العقل مناط التكليف، والعقل ده اللي هو التمييز. اما النفس فهي مجرى الروح مع البدن، لان الانسان في جزء منه علوي وجزء منه سفلي. الجزء العلوي اللي هو الروحاني، والجزء السفلي اللي هو الارضي اللي هو الجسدي. فلما التقى الجزء العلوي مع السفلي اللي هو الجسد مع الروح، صار قلبا ليتقلب، عايز مره الارضي وعايز مره الروحاني، لانه بقى خليط من الاثنين فيشتاق للاثنين، فصار متقلبا فسمي قلبا عشان كده. واخد بالك ازاي؟ وهذا القلب المتقلب اذا غلبت عليه الطلبات الارضيه الشهوانيه الحيوانيه صار نفسا اماره. فان تجاذب صارت نفسا لوامه. فان استقر على الايمان صارت نفسا مطمئنه.
يعني اطمأنت للإيمان. فإذا استقرت واطمأنت رضيت فصارت راضية، فلما رضيت أرضاها الله فصارت مرضية. يبقى دي كلها ترك، والعقل هو التمييز فوق ده كله اللي هو مناط التكليف. إذا زال العقل، قد يزول العقل والنفس موجودة، فهمت ازاي؟ يبقى مجنون لكن بياكل ويشرب، واخد بالك ازاي؟ وليه طلباته الجسمانية العادية، لأن نفسه موجود لكن عقله زال، زال تكليف لكن نفسه موجود، عايز يلبس وعايز ياكل وعايز يشرب وعايز ينام وعايز يدخل الحمام، فطلباته لسه موجودة. فالنفس حاجة والعقل حاجة. تخالف، يخالف، بيسأل ان احنا بنقول لازم تخالف نفسك، يخالفها في اي شيء؟ اولا يخالفها بترك المعاصي، اولا هذا للمبتدئ فيترك المعاصي، وهذا مخالفة للنفس، لان النفس جماحة كده عايزة تعمل كل حاجة، فهتشوف الحاجات اللي عايزة تعملها، اذا كان معصية محضة اخالفها فيه، امنعها تماما، واذا كان شبهة لو مشيت وراها ابقى مش ورع، لو منعتها في الشبهة ابقى عندي ورع. بتطلب الحلال بس بكثرة زيادة عن اللزوم، انا بحب الجاتوه عايز ثلاث حتت يديها نص حتة، فهمت ازاي؟ يبقى ده زهد، زهد بياكل جاتوه بس بياخد نص حتة، ما هي دي مرحلته، ما يجراش حاجة حبة حبة. هو الجاتوه حرام؟ يقول لك اصل دي حلاوة اجنبي انجليزي انجلش سويت، واحنا ناس حلويات شرقية لازم ناكل هو حلويات شرقية، خلاص ما يجراش كل حلويات شرقية. فهي المسألة انك انت بتروض نفسك اولا، اولا حبة بحبة حبة بحبة، خدت بالك ازاي؟ يبقى في الاول تخالفها في المعصية المحضة، ترقيت تخالفها في ترك الشبهة اللي هي تحتمل ليها وجهين، قد تكون معصية من جهة وقد تكون مباحة من جهة، لا دي بلاش منها. وبعد كده أخالفها في إني أعطيها من المباح اللي هي بتطلبه بقدر الحاجة، وبعد كده أخالفها أديها بقدر الضرورة، فهمت إزاي بقى؟ كل دي تدرج، هذا في جانب مخالفة في المعاصي والمباحات، وأخالفها في الجانب الآخر بإني أجاهد في الطاعات فأفعل الفرائض أولا على أكمل وجه، وبعد كده أواظب على السنن الرواتب، وبعد كده أبتدي أواظب على السنن غير الرواتب، بعد كده على مطلق التطوع، فهمت؟ كل ده تدرج للنفس. فتصير النفس في الأول تلومك على فعل المعصية، تبقى لوامة بس في سنة أولى ابتداء، لان بتلومك في المعصية لكن ما بتلومكش في الحاجة التانية، انك تركت الطاعة على الوجه الاكمل، بحيث لو صليت الظهر في البيت قبل ما العصر يبدا ما تلومكش ولا حاجة، تقول لك ما انت كويس صليت الظهر الحمد لله اداء، يبقى هي تلومك انت في جانب المعصية لكن ما تلومكش في جانب التقصير في الطاعة، فهمت ازاي؟ ما تلومكش في جانب التقصير في الطاعة الا لو ضيعت الفرض عن وقت، لكن لو صليت الفرض في وقت ما تلومكش. بعد شوية تلاقي النفس تبتدي تلومك لما مش تفعل المعصية، لما تشتاق للمعصية مش تفعلها تبتدي تلومك، تختشي تقول لنفسك كده، وبعدين تبتدي تلومك لما يفوتك صلاة الظهر جماعة في الجامع، وبعد شوية تلومك لما يفوتك الجماعة الأولى، وبعد شوية تلومك لما يفوتك صلاة الفجر بعد ما كنت بتصليها كل شهر مرة في الجامع، لا تلومك، وهكذا تدرج. كل دي نفس اللوامة برضه، فالنفس اللوامة مش درجة واحدة، دي درجات كتير. وبعدين بقيت تصلي كله في وقت واحد وما بتفكرش بالمعاصي، تلومك برضه عشان بتعمل الطاعة وانت مش في كمال الحضور فيه، ده انت بتعملها وانت مشغول وسرحان وقلبك مش، تبقى برضه بتلومك، يعني قاعدة باستمرار بتلومك علشان تسوقك إلى الدرجة الأعلى. وبعدين بعد كده بقيت في كمال الحضور تبتدي تلومك
علشان انت شايف نفسك في الطاعه بقى، يا بتعملها على اكمل وجه وفرحان بيها، فنسبتها لنفسك لم تنسبها الى توفيق الله. فهمت ازاي؟ تلومك برضه، تقول لك اختشي وانت عملت حاجه، ده انت قاعد بتقول بلسانك ولا حول ولا قوه الا بالله، ده كل ده بتوفيق الله مش بنفسك. فكل ما يرى نفسه يستغفر، فيقوم ايه وراعيها وهي في الاعمال سائمه، وان هي استحلت المرعى فلا تسن. يعني حتى وانت في الاعمال الصالحه بتراعيها وتراقبها برضه، لاحسن تعجب بالعمل الصالح تحبطه. كل ده لوم برضه، كل ده لوم، لحد ما تعدي خالص اخر سنه في النفس اللوامه بقى، ترتقي للنفس الايه؟ النفس المطمئنه. اللي اطمأنت واستراحت بقى خلاص. قادت نفسها قياده سلسه واطمأنت ان ايه؟ الى امر الله سبحانه وتعالى فيه. هي دي المساله، وفي اللي اعلى منها، وهكذا. كل حاجه فيها درجات. بداية المؤمن النفس اللوامة، وبداية ونهاية الكافر النفس الأمارة. فالنفس الأمارة ده حال الكافر، والنفس اللوامة بداية المؤمن، بداية المؤمن نفس لوامة، والنفس اللوامة نهايتها النفس المطمئنة، ونهاية المطمئنة الراضية، ونهاية الراضية المرضية. الملهمة هي النفس من الأول، كل هذا النفس ملهمة، فألهمها فجورها وتقواها. في كل هذه المراحل النفس ملهمة، لأن في كل مرحلة من المراحل أنت بتبقى عارف الخير فين والشر فين، من غير دليل، لوحدك، من غير ما تروح لأزهر ولا تدرس الكتب ولا تحفظ القرآن. كل واحد ماشي في الشارع حتى ما يعرفش يفك الخط، تسأله عارف الخير فين والشر فين، يبقى ملهم اهو. حتى الأمارة بالسوء الكافر يكون عارف. ايوه عنده، عارف الخير والشر، بس هو عارف الخير والشر بطريقه قاصره، مش بطريقه ايمانيه. فهمت ازاي؟ بس يعتبر الخير اللي هو ايه؟ الحاجه اللي تدر عليه خير في الدنيا، فده الخير. والحاجه اللي تدر عليه شر في الدنيا يبقى دي الشر. لما يؤمن ينتقل من الدنيا، يبقى الحاجه اللي تدر عليه خير في الاخره يبقى ده الخير. لانه بقى مؤمن بقى. مؤمن بالآخر. ما هو روحه خلاص اختفت. بيقول الكافر روحه مؤمنة ونفسه كافرة. روحه مؤمنة لما تخلص عند الموت يصير مؤمنا، لكن حيث لا ينتفع بإيمانه. يعني أهل النار اللي هيتعذبوا في النار ومخلدين فيها صاروا مؤمنين بعد وفاته، ولكن ما يعرفوش يخرجوا من النار خلاص. ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وانهم لكاذبون، لان لما ربنا ردهم هيرجعوا للكفر تاني. لكن احنا بنتكلم في حال فتره الدنيا اللي هي الاختبار. الروح لما اللي هي المؤمنه اصلا لما اختلطت بالجسد الارضي غطى عليها شهوات الجسد، فنسيت ما جاءت منه الروح من حق، فصارت أمارة بالسوء. فهي دي النفس الايه؟ الكافرة، اللي هي المخذولة، اللي هي أصلا القبضة اللي في النار، اللي ربنا خلق قبضة الأول للنار وقبضة الثانية للجنة. فربنا يعيذنا من الخذلان. الجسد نفسه مش مكلف، المكلف العقل. الجسد نفسه هيشهد على الكافر. يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين وما كنتم تستترون ان يشهد عليه. فيبقى الجسد نفسه في حد ذاته كده مش هو المكلف، ده المكلف هو العقل، مناط التكليف. بل بالعكس، ده هي بتستعيذ بالله كل يوم منه. كل الجوارح تقول للسان اتقي الله، هتودينا في دهب. اتقي الله فينا. يبقى الجسد نفسه لو نطق هينطق بالايمان. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وذرات جسد الكافر تسبح بحمد الله. اي لان الجسد نفسه مش هو اللي بيشعر، اللي بيشعر كده صاحب الجسد.
مش الجسد نفسه. فهمت ازاي؟ بس بل الجسد نفسه لانه مخلوق لله راضي بما قسمه الله له لو جنة او نار. لكن اللي مش راضي او راضي ده صاحب الجسد نفسه. وقد يكون الجسد في النار وهو يحس انه منعم. الجسد نفسه لكن صاحب الجسد لا معذب. فهمت ازاي؟ بس لانه لا اختيار له. هو العمود ده ليه اختيار؟ حطيته في النار يفضل واقف كده، حطه في الميه يفضل واقف لكده. واخد بقى؟ مش هيقول اي. لانه ما فيهوش العقل التكليفي ولا النفس اللي بتشعر. ازيك شيخ حبيبي؟ وقيل ان يحيى بن معاذ تكلم ببلخ في تفضيل الغني على الفقر، الغنى على الفقر. لانه كان غالب حاله الرجاء. واخد بالك؟ فكان اجتمع في بلخ مع الناس، يبدو ان اللي حضروا الجلسه كانوا كلهم ناس اغنياء من بلخ. فقعد بقى ايه يبين لهم ان فضل الغنى على الفقر عشان يحسهم على البذل وعلى النفقه. فالناس في اخر القعده راحوا ادوا له 30,000 درهم. فرحانين من حلاوه العظه بتاعته. فقال بعض المشايخ اللي حاضرين بقى وسامعين، خافوا لحسن الشيخ ينتقل من الفقر الى الله الى الغنى بغير الله بالعرب، فيقوم ايه يفقد ما عليه هو من مقام عالي. فقالوا ايه؟ لا بارك الله له في هذا المال، يعني بيدعو عليه ان المال ده يفقده ويرجع تاني للمقام العالي لحسن نفسه تميل للمال. يبقى الواحد يعرف ان العارف بالله قد يرتكس وينتكس، مش معصوم يعني. يعني مش عشان وصل للحال يبقى معناه هيفضل معاه على طول كده، لا، يظل خائفا لحسن يسلب. فالمشايخ لما شافوه الفلوس جريت في ايده قالوا الله بقى لحسن يسلب، الراجل ده كان بننتفع بيه وبننتفع باحواله وبننتفع بعظته. فدعوا له لا عليه، قالوا لا بارك الله له في هذا المال، يبقى دي دعوه له لا عليه للي يفهم. فخرج الى نيسابور خارج، فوقع عليه اللص واخذ ذلك المال منه. اتسرق منه، الحمد لله ربنا استجاب ورجعه ثاني الى الفقر الى الله. والغنى بالله لا بالعرب. اخبرنا عبد الله بن يوسف، لان غنى النبي كان كده مش بالمال، ايه بالله، غنى النبي كان بالله. ده عرضت عليه جبال مكه تبقى ذهب وفي ايد غيره تراب، رفض صلى الله عليه وسلم، لانه غناه كان بالله. فالوارث المحمدي الحقيقي غناه بالله مش بالذهب ولا بالاموال ولا بالاعراض، ده الوارث المحمدي الحقيقي. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان اغنى الخلق على الاطلاق، لانه غناه بالله، والله لا يفنى، حي لا يموت سبحانه، باقي كريم. فيبقى مين الاغنى، اللي غني بالله ولا اللي غني بالعرب؟ بالله. اللي غني بالله. فعشان كده النبي كان اغنى الخلق بالله، وفي نفس الوقت افقر الخلق الى الله. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم خير في رزقه واجله، الوحيد اللي خير في رزقه واجله من بني ادم كله هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يخير احد في الرزق والاجل الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير في الاجل فاختار الرفيق الاعلى، وخير في الرزق ان تكون جبال مكه له ذهب ويد غيره تراب، فابى صلى الله عليه وسلم. وراودته الجبال الشم من ذهب فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم صلى الله عليه وسلم. ليس الزاهد هو الذي إذا لم تأته الدنيا قال زهدت فيها، ولكن الزاهد هو الذي إذا أتته الدنيا قال رغبت عنها. هو ده الزاهد صحيح، إذا أتته الدنيا وهو محتاج إليها. وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم. يعني راودته الجبال الشم من ذهب، وكان رابط بطنه بالحجر من الجوع، فقال مش عايز، مش شبعان. يقول ما أنا عندي كفاية بقى، كفاية كده، لا، عشان ربك يبين لك قد إيه النبي كان زاهد في الدنيا صلى الله عليه وسلم. ده عرض عليه، وعشان كده شوف ترتيب البيت المنور، يقول وشد من صغب أحشاءه وطوى، صغب يعني جوع، تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم، يعني الكشح اللي هو البطن ده،
مطرف الادمي، لان كان جلد النبي طري كده وابيض وجميل وناعم ما يتحملش الحجاره، وبالرغم من كده ربت الحجاره على هذا الجلد الناعم الرقيق صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحال راودته الجبال الشم من ذهب فاراها ايما شممي، يبقى كان غنى بالله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله الغنى بالله والفقر الى الله في ان واحد، بس احيانا كان يغلب عليه حال عن حال احيانا، لكن الاثنين متحقق بهم في وقت واحد. فاذا غلب عليه الفقر الى الله شد على بطنه الحجر من الجوع، واذا غلب عليه الغنى بالله اطعم الجيش من حفن الطعام. وعشان كده كان احوال النبي تتقلب صلى الله عليه واله وسلم في الظاهر فقط تتقلب، ولكن في الباطن هو غني بالله فقير الى الله في ان واحد في حقيقته في كل لحظه، ولكن في الظاهر كان يغلب ما يظهر عليه في الظاهر فقط الغنى احيانا فيطعم الجيش من قليل من الطعام، ويتحقق بالفقر الى الله في الظاهر اكثر فيظهر منه انه شد على بطنه الحجر من الجوع صلى الله عليه وسلم. وقيل ان يحيى بن معاذ، احنا خلصنا، اخبرنا عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال انبانا ابو القاسم عبد الله بن الحسين بن بالويه الصوفي قال سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول سمعت الحسين بن علويه يقول سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. ويقصد بالسر هنا اللي هو خلاف العلانية، لان السر له اطلاقات كثيرة عند الصوفي، واخد بالك ازاي؟ لكن هنا يطلق، يقصد بالسر هنا خلاف العلانية. من خان الله في السر يعني عمل مراءة او عمل بغير مراقبة او عمل بغير انتباه في الطاعة او عمل مع غفلة القلب، يبقى ده هتك، هتك او خان في السر، يقوم ربك سبحانه وتعالى يفضحه في العلانية، يقوم يبان على وشه ويبان على كلامه. وهو بيقول لك ان الاناء ينضح ينضح بما فيه، فيقوم ربك سبحانه وتعالى يخلي حتى تجري على لسانه كلمة تفضح، يظهر على حاله حاجة تفضح، واخد بالك؟ سمعت عبد الله بن يوسف يقول سمعت ابا الحسين محمد بن عبد العزيز المؤذن يقول سمعت محمد بن محمد الجرجاني يقول سمعت علي بن محمد يقول سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول تزكية الاشرار لك هجنة بك. اما تقعد كده في وسط ناس اهل معاصي وفجور يقول يا سلام فلان ده مفيش احسن منه، يبقى لما يزكوا واحد اهل الشر ده دليل انه هو من اهل الشر، لانه دليل الموافقة، ما اصل مش هيزكيه الا لموافقتهم له، فهمت؟ وعشان كده بيقول لك تزكية الاشرار لك هجنة بك، كأنهم بيذموك، وحبهم لك عيب عليك، دليل انك بتجاريهم، ما هو الناس ما تحبش الا اللي يجاريها، انما لو كل شوية هتقعد مع الناس اهل المعاصي وتقول له ما يصحش كده واعمل كده واعمل كده، هقول يا اخي بقى انت هتنكد علينا ليه؟ ابعدوا عن قعدتك. وهان عليك من احتاج اليك. يبقى اذا سالت الناس تهون على الناس على طول. كل ما تحتاج للناس تهون على الناس، كل ما تستغني عن الناس كل ما الناس تحبك وتبقى غالي عندهم. انما اول ما تحتاج للناس تهون عليهم. يقوم يبتدوا يقطبوا وجههم قدامك، ما يرضاش يسلم عليك. يلاقيك ماشي في الشارع كده يهرب منك، ليه؟ لانك كل ما تقابله عايز عايز، والانسان مهما كان عنده فهو بالنسبه لغيره فقير. فهتبص تلاقيه في الاخر يبتدي يهرب منك لانك هنت عليه. انما استغني انت عن الناس كده تلاقي الناس كلها تقبل عليك. الفاتحه لسيدنا يحيى بن معاذ الرازي، ربنا ينفعنا بأسراره وجزاه الله عنا خيرا من المسلمين ورفع درجته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ما هي درجات برضه، الأشرار دول درجات كتيرة، حط بقى فيها كل اللي تحط، من أول الكفار لحد اهل المعاصي الكبائر من المسلمين الى اهل الصغائر من المسلمين
الى اهل ترك بعض الطاعات من المسلمين، كل ده حطوا اشرار بقى، بدرجات كتيره بقى، واخد بالك ازاي؟ ومنهم ابو حامد احمد بن خدرويه البلخي، خدرويه او خدرويه، ينفع تقراها بالاثنين كده، خدرويه بضم الراء وفتح الياء وكسر الخاء في الاول في كله، او خدرويه زي سيباويه وسيبويه، راهويه وراهويه، النطقين دول واردين. ابو حامد احمد ابن خدرويه البلخي من كبار مشايخ خراسان، صاحب ابا تراب النخشبي، قدم نيسابور وزار ابا حفص اللي هو الحداد، هيجي بعد كده سيرته، وخرج الى بسطام في زيارة ابي يزيد البسطامي، وكان كبيرا في الفتوة. الفتوة عند القوم ايه؟ الفتوة عندنا ان يخش كرسي في الكلوب ويقلبها بالمه ويضرب كل الناس، مش كان يقول لك فريد شوقي فتوة الشاشة؟ فالناس فهمت ان الفتوة ان واحد عصبجي، يعني يخش يكسر الناس كلها ويضرب الناس كلها ويطلع كده سليم، يا سلام، ويبقى تماما، وهو ده الفتوة. يقول لك فتوة المنطقة، لا، الفتوة عند القوم مش كده، ليس الشديد بالسرعة. شفت بقى كلام النبي بقى؟ فالفتوة عندهم هو الفتوة الحقيقي، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هم بقى قالوا مش كده وبس، والذي يملك نفسه عند البذل، فيبذل ما يحتاجه لغيره دون تطلع للنفس له. ده الفتوة صحيح بقى، تبقى انت عايز الحاجة دي ومحتاجها وهي بتاعتك، وهي بتاعتك ملكك، تروح مديها لغيرك. هو ده بقى الفتوة صحيح، هو ده يقدر حد على الحتة دي الا الفتوة؟ ما هو كانوا كده، هي دي الفتوى، هي بذل ما في يده لغيره دون تطلع الى ما بذل، ودون منة على من بذل له، ولا حتى يحس ان هو عمل حاجة. شفت انت سيدنا ابراهيم ابن ادم لما كان معاه احد المرافقين له في السفر، وبعدين كان مريض فقعد يمرضه سيدنا ابراهيم ابن ادم، ففي فترة النقاهة كده اشتاق الى اللحم، قال له انا عايز حبة لحمة فرخة شمورتي كده، واخد بالك زي ما بيقولوا الجماعة الفيومية، كتكوت، يعني لما الواحد بعد النقاهة كده عايز ياخد حاجة بقى مسلوقة وشوية لحمة كده وبتاع يبل ريق. فسيدنا ابراهيم بن ادم مفيش معاه حاجة، فراح ايه باع الحمار اللي هم بيركبوها في السفر، راح بايع الحمار وراح جاب له اللحمه كباب وبتاع واتضب له القعده واكله. بعد ما كلوا تمام والحمد لله وتماثل وعايز يمشي بقى ويتحرك ويسافروا بقى، بيقول له فين الحمار؟ قال له بعته. قال له علام ومن يحملنا؟ قال انا، وحمله ثلاثه ايام. ولا قال له انا بعت الحمار علشان اجيب لك تاكل، وانت اصلك انت اللي ضيعت وقتنا، وانت هي دي الفتوه ولا لا؟ فسيدنا ابراهيم بن ادم راح شايله على كتفه لانه لسه طالع من مرض، وبقى يمشي بيه شويه ويستريح شويه، يمشي بيه شويه ويستريح، يعني عمل نفسه هو الركوبه بتاعه، في حين ان الركوبه ضحى بيها من اجله هو. مش يقول له انت السبب، مش كلت لحمه؟ ما كفايه بقى يا اخي امشي بقى. واحنا كنا لا هنجيب له اصلا لحمه ولا كنا هنقول له كده اصلا، كنا هنسيبه ونروح. لكن دي هي دي الفتوه. هي دي الفتوه صحيح. طبعا ده مقام مش سهل. انت فاكر فريد شوقي ده كان اي كلام؟ يقول لك فتوة الشاشة رحمه الله. لكن هو للأسف ان غيروا المعاني، يعني يجيب لك مثلا يقول لك البطل. البطل زمان هو الانسان اللي هو بيقهر اعداء الله في المعركة، انما دلوقتي البطل في زماننا ايه؟ اللي بيحب البطلة في السيمة عشان يتجوزها في الاخر، فصارت البطل هي كده، يعني اتغيرت مدلولات المعاني، واخد بالك ازاي؟ فاتغيرت خالص، لدرجة ان كلمة الشهيد دلوقتي يعني اي واحد يموت في الشارع عربية تبصه يبقى شهيد، فيقول لك حتى لو مسيحي، يقول لك ايه الصحفي مش عارف جلال مش عارف جرجس مش عارف مين مات في الطريق الصحراوي بالعربية، وتاني يوم يكتب لك كده في البناعي الشهيد جرجس حنا مرقص. ايه ده؟ شهيد ايه بس؟
احنا الشهيد عندنا لازم يبقى مسلم، ولازم يبقى ميت في معركة مقبل غير مدبر، ليه معنى تاني. فلعبوا في الالفاظ، فصارت الالفاظ ملهاش معنى عند الناس الوقت. فلما تيجي تقول البطل، اول لما تقول البطل في وسط الشباب والناس اللي ماشيين في الشارع اولا هيجي في بالك مين؟ هيجي في بالهم مين؟ الممثلين. هقولك كانت بطولة مين ومين؟ على طول كده اتغيرت المسائل. زي الفتوة برضو، اللفظ ده بقى ليه معنى اخر مختلف تماما عن المعنى المراد. وقال ابو حفص: ما رأيت احدا اكبر همة ولا اصدق حالا من احمد بن خضروي. سيدنا ابو حفص ده يا سيدي، سيدنا ابو حفص ده اصلا الحداد، سيدنا ابو حفص الحداد ده كان عارف كبير. شوف لما يبقى راجل عارف كبير من المقام ده بيقول انا ما شفتش واحد زي ده، يبقى اللي بيقول عليه ده ايه بقى؟ لما هو عشان تعرف بس ان دي اولياء بيوصفوا اولياء، مش ناس عاديين، اولياء يوصفوا اولياء. فده مقام عالي قوي، ده لا تتصوره، مهما احكي لك مش هتتصوره ان ازاي ولي وصل لمقام عالي قوي بيوصف ان في ناس كانت اعلى منه بكتير. يبقى ده ايه اللي بيوصفه ده؟ ده تلميذه الحداد، ده تلميذه، تلميذ ابو حامد احمد بن خضروي البلخي، تلميذه وصاحبه وخدمه فتره. عارف ابو حفص الحداد ده كان حداد، كان يقعد يشتغل في الحديد ويذكر ربنا، وقعد كده فتره طويله، وبعدين مره غلبه الذكر وحط الحديد يتحمي في النار فنسي، وراح واخده بايده وهو في النار كده ومسك، قام الواد اللي بيشتغل معاه قال له تمسكها بيدك ازاي كده ازاي كده، فراح رميه في وشه وهجر المهنه بتاعته. قال بدل الفضيحه بقى، احنا اتعرفنا بقى، فراح هجر مهنته. واخد بالك ازاي؟ كانوا ما يحبوش الشهره، مش يقول يا سلام ايه الحلاوه دي، ده الناس كلها هتيجي تتلم عليا ثاني يوم واجي في مواقف وطرائف، يجيبوني في مواقف وطرائف ثاني يوم ويصوروني وابقى ايه بقى، والدقيقه بالشيء الفلاني. هم كانوا يكرهوا الشهره جدا. ما هو اللي يحب ان الناس تعرف خصوصيته ده ما ذاق الولايه قط، بيفضل محروم مهما كان مجتهد في العباده. أول بس ما تحب إن الناس تعرف خصوصيتك. لكن الناس تعرف بتعريف الله، دي حاجة تانية. لكن إنك أنت تشتاق لذلك، دي ما يعرفش يذوق طعم الولاية أبدا. بيقول: ما رأيت أحدا أكبر همة ولا أصدق حالا من أحمد بن خضروي. وكان أبو يزيد يقول، سيدنا أبو يزيد البسطامي، سمعت كلامه؟ كلام يشيب. بيقول: أستاذنا أحمد. إيه ده بقى؟ ده ايه ده بقى يا سيدي؟ ده شغلانة كبيرة، ده سيدنا احمد ده شغلانة كبيرة. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن حامد يقول: كنت جالسا عند احمد بن خضروي وهو في النزع، يعني في اخر رمق يعني، وكان قد اتى عليه 95 سنة، يعني كان سنه كبر بقى 95 سنة. فسأله بعض اصحابي عن مسألة كده في المسائل الصعبة المبهمة اللي هي سر الأقدار أو حاجات كده، أو مثلا الكسرة في الوحدة أو الأحدية في الكسرة أو حاجات كده من الحاجات اللي هي بتاع التذوقية بتوع أهل الكشف، فبيسألوا حتة كده صعبة وهو ده وقته. الراجل بيطلع في الروح، هو خايف لحسن الراجل يموت وياخد السر ده معاه. ما هو التاني ده تلميذ مجتهد برضه، شاف إن شيخه هيموت وعايز يلقط منه معنى قد يكون مر هو بيه، يقوم يعرف يفهمه له. فهمت ازاي؟ فسأله بعض اصحابه عن مسألة فدمعت عيناه وقال: يا بني، باب كنت ادقه منذ 95 سنة، يعني باب مقابلة الله عز وجل اللي هو بالموت، وهو ذا يفتح لي الساعة، لا ادري ابالسعادة يفتح ام بالشقاوة. يعني بالرغم اجتهاده ده كله ما زال خائفا راجيا،
مش يأمن مكر الله ويقول ده انا عملته وعملته والناس كانت بتقول عليا كذا ده خلاص بقى. لا، يبقى الانسان مهما تقدم في معرفة بالله لم يزل عنه الخوف ابدا من الله في لحظة. أن لي أوان الجواب، إزاي بقى أنا أجاوبك دلوقتي وأنا أصلا جاء وقت ملاقاة الحبيب ومن شدة الشوق قد لا يستطيع أن يعبر اللسان. قال: وكان عليه 700 دينار، وكان عليه دين 700 دينار، وغرماؤه عنده، وجايين بقى الغرماء واقفين اللي هم اللي دفعوا له الفلوس حواليه وهو بيطلع في الروح. فنظر إليهم وقال: اللهم إنك جعلت الرهون وثيقة لأرباب الأموال، وأنت تأخذ عنهم وثيقتهم فأدي عني. الرهون جمع رهن، أنت بتدي الرهن للي أنت استدمت منه الدين عشان إيه؟ علشان يطمئن قلبه الحاد ما تسدد دينك. يبقى ربنا جعل الرهون دي وثيقة عند أصحاب الأموال عشان يطمئنوا لاداء الدين في يوم من الايام، يبقى عنده حاجه يحس ان فلوسه ما ضاعتش. فهمت؟ دي الرهن سببه كده. فبيقول: اللهم انك جعلت الرهون وثيقه لارباب الاموال اللي هم بيعطوا الناس، وانت تاخذ عنهم وثيقتهم. كانه هو كان رهينك طول ما هو عايش، اصحاب الدين مطمئنين هيأدي عننا ان شاء الله، لكن ده انا دلوقتي حموت، ده انا كنت حياتي هي الرهن. كأن حياته كانت بالنسبة لاصحاب الاموال هي الرهن، ان هم عندهم نوع من الثقة انه هيؤدي هذا الدين. لا، مش واخدين عليه، او طالما عايش هيأدي، ما هو ده راجل ثقة. فهمت ازاي؟ فاعتبر حياته رهنا عند اصحاب الاموال. وانت تاخذ عنهم وثيقتهم، يعني روحي حياتي. فهمت المعنى؟ فادي عني، فادي عني بقى، ما انت هتاخذ الحاجه التي لا املكها، وهي كانت رهن عندهم، هي دي اللي صبرتهم على الدين ان انا عايش. ثم قال، اول ما خلص الدعوه دي قال: فدق داق الباب، يعني واحد دق الباب، وقال: اين غرماء احمد؟ فقضى عنه. استجابة سريعة. هل بقى اللي جاده كان بقى راجل من الاغنياء ربنا بعت له هاتف روح لاحمد ادي عنه، ولا ملك ربنا بعته في صورة انسان يؤدي عنه، ولا ايه بقى؟ الله اعلم. محتمل: وما يعلم جنود ربك الا هو، وما هي الا ذكرى للبشر. ثم خرجت روحه، اول ما جه الراجل ودى الدين خرجت روحه، كأن ربنا أراد ألا يقابله وهو عليه دين، يبقى في أكمل حال. ومات رحمه الله 240، وقال أحمد بن قدروي: لا نوم أثقل من الغفلة. زي ما قلت لك أهو، ليه الغفلة عن الله أثقل من النوم؟ لأن النوم المعتاد إذا نبهت تنتبه، والغافل إذا ذكرته لا يذكر بسبب شدة انهماكه فيما هو فيه من دنياه. يبقى الغفل أشد من النوم. النوم إذا نبه ينتبه، والغافل إذا ذكر لا يتعظ. يبقى الغفل أشد من النوم ولا لأ؟ شفت الملمح بتاعهم بقى؟ يقوم يفاجئك بحاجة أنت مش واخد بالك منها، يقوم يخليك تاخد بالك منها. هي دي بقى العارفين، هو ده العارفين. وتلاقيها موافقة للقرآن والسنة، وتلاقيها موافقة أيضا للقرآن والسنة، ولكن لم تأتي في قرآن ولا سنة، تقوم تفهم على طول معجزة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ودي الحاجات اللي هي ايه، أصلا كل الصوفية كلامهم في علم ما لم يعلم، اللي هي علم الوراثة، يسموه علم أورثه. شوف الحديث يقول أورثه، فسموه علم الوراثة، فيسموه علم الوراثة. وقال أحمد بن خضرويه: لا نوم أثقل من الغفلة، ولا رق أملك من الشهوة، لأن الإنسان عبد شهوته. لأن الرقيق لإنسان آخر ممكن يشتري نفسه منه، وممكن يتحايل على سيده يعتقه، صح؟ يعني عنده أمل،
الا اللي الشهوه مسيطره عليه ما يعرفش يمشي منها. يبقى رق الشهوه اشد من رق العبوديه. ولولا ثقل الغفله عليك لما ظفرت بك الشهوه. يعني عمرك ما كنت هتستمتع بشهوه وتنفذها الا لثقل الغفله عليك. كلام ايه منور. الفاتحة لسيدنا أحمد ابن خضرويه البلقي، جزاه الله عنا خيرا ونفعنا الله به ورفع قدره في الدارين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هناخد اللي بعديه. ومنهم أبو الحسين أحمد ابن أبي الحواري أو الحوارى بفتح الراء أو كسره، والكسر أفصح. الحواري أحمد ابن أبي الحواري من أهل دمشق من الشام، يعني صاحب أبا سليمان الداراني اللي هو كان برضو إيه عارف الشام المشهور والولي المشهور وغيره. مات سنة 300 وكان الجنيد يقول أحمد ابن أبي الحواري ريحانة الشام. سيدنا الجنيد بيقول كده، مش حد تاني، ده سيدنا الجنيد. سمعت الشيخ بيقول لك هنا في الهامش يروى انه طلب العلم 30 سنة، فلما بلغ 30 سنة في طلب العلم حمل كتبه الى البحر فاغرقها وقال يا علم لم افعل بك هذا هوانا بك ولا استخفافا بحقك، بل كنت اطلب لاهتدي بك الى ربي والان استغنيت عنك. لانه اهتدى بربه مش بالعلم بقى. يبقى هو الاول وصل الى الله بالدليل فانجلت لهم الحقائق فوصل الى الله بالله، فارتقى من العلم الى المعرفه. فهمت ازاي؟ فراح ايه؟ رماه لانه خلاص وصل، لان العلم آلة وليست مقصود لذاتها. هي آلة توصلك الى الله، الى المعلوم. فإن شغلتك عن المعلوم كانت حجاب، ما فيش أغلظ منه حجاب على فكرة، حجاب العلم قد يكون أغلظ من حجاب الجهل، لأنه العلم بحره واسع لا ينتهي، فقد يدخل الإنسان فيه فيغرق في بحر العلم دون أن يصل إلى ساحله إلى مراد من العلم. لأن العلم إن لم يوصل إلى المعلوم يبقى ضياع، بل يكون قلته أحسن. ليه؟ لأنه كلما ازددت علما ولم تصل كلما ازدادت الحجة عليك. ومن حكمه لا دليل على الله سواه. ابتدى بقى يقول الكلام ده بعد ما ايه ارتقى بقى من الوصول الى الله بالدليل الى الوصول الى الله بالله، وده اسمه العلم الكشف اللي هو لا تصل اليه بايه باي سلوك اخر الا سلوك طريق التصور اللي هو الارتقاء من العلم الى المعرفة. جربوا البوذية ما نفعتش، جربوا مش عارف الجودو ولا مش عارف البتاع اللي يقعد عامل كده اسمها ايه؟ يوجا. يقول لك يقعد كده نص يوم علشان يرقي نفسه يعني، واخد بالك؟ ويقعد ينام على مش عارف بتاع مسامير من غير ما يقول اي. جماعه الهنود كل دي بيحاولوا يرقوا الروح طرق كثيره، او بالجوع او باكل النبات فقط، او بالبعد عن الحاجات اللي فيها روح، او بالخلوة مدة طويلة، او بعدم الطعام مدة طويلة، او طرق كثيرة ومدارس شتى في المتدينين وغير المتدينين، عشان يصل الى مرحلة الرقي الروحي اللي بيه يصل الى الحقيقة ذاتها بغير دليل عليها. فهمت ازاي؟ لان كل انسان متشوق لهذا حتى ولو كان غير مسلم. لم يفلح احد في كل الطوائف الى الوصول الى هذه الدرجة الا اهل التصوف، هم اللي وصلوا الدرجة دي بس دون كل الطوائف. وعلشان كده الامام الغزالي نفسه في كتاب المنقذ من الضلال قال كده، قال ان الانسان مش هيعرف يوصل وينتنجلي له الحقائق بذاتها ويرتقي من علم اليقين الى عين اليقين الا بسلوك طريق القوم. اي طريق اخر للوصول مسدود الا هذا الطريق اللي عايز يرتقي. فتاخد بالك بقى عشان ما تضيعش وقتك، الحق. ده هم اونتاجيه، لانه كله مشيد بالقران والسنه، اونتاجيه.
لا طبعا، لا طبعا. على ايه؟ لا ابدا، الحقيقه انها لم تتاثر، بدليل ان كان سيدنا الجنيد بيقول ايه، علمنا هذا مشيد بالقران والسنه. لكن شوف اي انسان عنده حكمه ولو غير مسلم لابد ان يقول كلام يوافق الشرع الشريف. فكونه بيقول كلام فيلسوف مثلا عنده حكمه وكان كافر وقال كلام يوافق الشرع الشريف، مش معنى كده ان انا لما اعمل الكلام ده بقى انا متاثر بالفيلسوف ده، لا، ده انا ماشي تبع الشرع الشريف، ده هو حكمته اللي وصلته بقى موافق، مش الشرع الشريف اللي موافق. اصل هم كلهم مشكلتهم ان نظرتهم نظره مستشرقين، ان المستشرقين لا ينظروا ان الاسلام دين سماوي، ولكن الاسلام تجربه شخصيه عاشها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتميز بالحكمه، فانشا هذه المدرسه المحمديه. فهمت ازاي؟ بناء على استشفافه لكل فلسفات عصره مع كمال حكمته وكمال عقله. فهمت ازاي؟ فاخرج هذا الاسلوب في الحياة وسمى الدين الاسلامي، وهو ليس سماوي عندهم كده، المستشرقين رأيهم كده. فلما يجوا يبصوا يلاقوا ان في بعض تصرفات اهل التصوف موافقة لبعض كلام الحكماء السابقين، يقوموا يفتكروا ان فيها تشابه فيقولك تأثروا، لكن ابدا. ده اي انسان، يعني اي انسان ولو كافر يعلم ان الصدق شيء مطلوب، صح، وان السرقة شيء مذموم. فلما يجي واحد في امريكا كافر يقول ان السرقة شيء مذموم والصدق شيء مطلوب، وانا احس الناس على الصدق وعلى عدم ايه الكذب او عدم السرقة، يبقى معنى كده انا متأثر بالامريكاني ده، او هو ده اللي عملوه؟ لقوا ان المتصوفة قالوا كلام يوافق بعض كلام الفلاسفة القدامى، فقالوا ده تأثروا بيه، ابدا ما تأثروش بيه. يا استاذي بعض كتاب المسلمين بياخدوا من المستشرقين مترجمة وينقلها ويكتبها ويتأثر بيهم، لدرجة ان في كثير من الناس لما بيروح ياخدوا الدكتوراه بتاعتهم من السربون وبياخدوا الدكتوراه بتاعتهم من المانيا ومن غيرها، بياخدوا الدكتوراه بيبقى المشرف عليهم مين؟ مستشرق مسيحي في رسالة متعلقة بالاسلام والتصوف وغيره. فإن ما كانش هو سالك قبل ما يسافر زي الشيخ عبد الحليم محمود، هيتأثر بوجهة نظرهم زي الشيخ طه حسين لما راح تأثر بيهم، لدرجة إن ابنه الوقت مسيحي. أيوة، تبع أمه، تبع دين أمه، مش اتجوز واحدة مسيحية فرنسية، واخد بالك، وأنجب منها. الواد مسيحي الوقت، لأنه لما راح بغير سلوك، فتأثر بكلام المستشرقين فما حسش بالنورانية الحلاوة الكلام. إنما اللي بيروح سالك ومجتهد ومحب وبيروح يدرس بيعرف ياخد الحاجات اللي هي فيها النورانية، ويعرف السموم بتاعة المستشرقين اللي دسوها في وسط الكلام، يفهمها على طول، حتى لو كتبها بيكتبها يحذر منها، لا لأنه اعتقدها. خدت بالك؟ فدي مهمة. وانت اما تقرا حياه محمد لهيكل ما جابش سيره الوحي خالص في كل سيره حياه محمد لهيكل، كانه نقلها من المستشرقين وبعد عن كل اعجاز حسي، ما جابش سيرته. وبرضو محمد رسول الحريه لعبد الرحمن الشرقاوي رحمه الله لم يأتي بسيرة الوحي في سطر من سطور الكتاب. العقاد كان ملخبط كده وكده، بيقول الاثنين، كان متلخبط، تأثر كده وتأثر كده. في كتب بتلاقي ما تقدرش تمسك عليه حاجة، لكن في ناس اتمسك عليه، فربنا ينجينا. ها؟ لا لا لا، يعني الوصول للحقيقة المطلقة اللي هي بالمعاينة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو ده، هي دي اللي عندنا احنا بس. هم عندنا يبحثون عنها
هم لانهم لم يملكوها قالوا لا يملك احد، لانهم حرموا منها فظنوا ان الكل محروم. لكن لو اسلموا وسلكوا طريق التصوف، وعشان كده في بعض المستشرقين اسلم وحسن اسلامه وتصوف وتحقق، في منهم كتير واخد بالك، واسماء كتيره. فلازم الاول يسلك هذا الطريق عشان يصل. انتوا مش عايزين تروحوا، عايزين نخلص. بالنسبه للتأثير من الديانات او المذاهب لما كانوا بيرقوا في الناس، يبقى في اصول معين معروف عند الكل، ولكن يتخذ في النيات والتوجهات. يعني ايه الجوع؟ لا وبرضه خد بالك، لا واللي والكشف اللي بيحصل بيختلف بيختلف. الثاني بيبقى كشف لطاقات النفس. ايوه. انما الاخر المسلم بيبقى كشف لحقائق الاكوان ولحقائق التوحيد. فالتاني لا، اللي هو اللي بيلعب يوجا ده، واخد بالك اذا اسمها يوجا برضه؟ او رهبان او غيره. ها؟ بتبص تلاقي يصل لبعض المراحل انه يقدر يحرك حاجه من بعد. هو ما ينمسهاش. واخد بالك ازاي؟ فيفتكر ان هو وصل. ده يبقى حاوي، احنا بالنسبه لنا ده حاوي، احنا مش عايزين نوصل لكده، ما تفرقش معانا. يعني عايزين نوصل للحقيقه. فهمت ازاي؟ لكن هو بيظن ان هي دي بقى الحقيقه، ان هو رقى نفسه فصار يسير في الهواء ويحرك الاشياء من بعد، فملك زمام نفسه فملك الاشياء، فما زال محصورا في الاشياء. فهمت ازاي؟ لان الانسان لا شك ان عنده طاقات كثيره عجيبه لا يعلمها الا الله. اي انسان سواء مسلم او كافر، اي انسان، لانه فيه سر الروح، فممكن يوجه طاقاته بطريقه معينه لدرجه انه يوقع البتاع دي مجرد انه يبص لها كده فقط. فهمت ازاي؟ فالحكايه دي خبلتهم، فتصور ان هو لما يوصل للمرحلة دي يبقى هي دي الحقيقة، لانه ملك نفسه فملك الاكوان، يبقى ما زال محصورا في الاكوان، يبقى ما وصلش برضه. احنا مش هدفنا كده. يعني هدف الصوفي مش انه تخرق له العوائد، هدف الصوفي هو الوصول الى الله، وخرق العوائد ده احيانا يحصل في الطريق الى الله واحيانا لا يحدث. واذا حدث وانشغل به يبقى انشغل بالاشارات اللي في الطريق عن المقصود. زي وانت رايح كده طريق مصر اسكندريه، فنزلت في الريست تشرب فنجان قهوه، فلقيت الريست عاملين له ديكورات جميله وحاجه اخر حلاوه، فتروح سايب العربيه والاتوبيس يمشي يروح اسكندريه، وانت قاعد طول النهار مبهور بتلف في الريست وقاعد تتفرج وتشرب بيبسي وتشرب عصير مش عارف تشرب ايه، لحد في الاخر ما يطردوك، لا طولت كده ولا طولت كده. كذلك اللي يلاقي الكرامة في الطريق فيركن لها ويفتكر انه وصل، وقاعد بقى يوصف في الكرامة وحلاوة الكرامة، تقوم تمشي معاه شوية لحد ما ينفرد، يلاقي فقدها وفقد الطريق. لكن مش هو ده المقصود، مش المقصود كده ابدا. زي اللي رايح الامتحان فعدى على المكتبة يشتري القلم اللي هيروح يجاوب فيه، فقدموا له 50 قلم، قاعد بقى ينقي في القلمة، وده لا احسن وده لا وده خط مش عارف، لحد ما ايه الامتحان الساعة 10 هو قاعد ينقي لحد ما الساعة بقت واحدة بينقي في الإلمة، يقوم يروح بعد كده على اللجنة يقول له الكرش يلا امشي امشي خلاص خلصت. فانشغل بالكرامة عن المكرم. فهمت ازاي؟ وده مش مطلوب. فهم غاية ما يريدونه الكفار من الرياضات الروحية ان تحدث لهم بعض خوارق العادات، وقد تحدث، تحدث اما بطاقات روحانية عندهم أو إما بشياطين علشان يعملوا كده يقوموا يثبتوهم على ما فيه من ضلال. يجي له شيطان كده يروح فكك له البتاع اللي وقع، يبقى هو باصص لها كده، يفتكر أنا بصيت هو الشيطان، يقوم يقول أنا وصلت، الشيطان يبقى واقف يطلع له لسانه ويتف عليه، لأن هو عايز يفضل كده. فهمت المسألة بقى؟ لكن المسلمين لا. علشان كده يقول لك الاستقامة عين الكرامة عند أهل الطريق. الاستقامة هي عين الكرامة. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت أبا أحمد الحافظ يقول، سمعت سعيد بن عبد العزيز الحلبي يقول، سمعت أحمد بن أبي الحوارى يقول أو الحواري يقول، من نظر، إحنا نقول الحوارى عشان الحواري عندنا في مصر ليها انطباع دمه تقيل شوية، يقول لك الحواري والأزقة. هي يجوز فتح الراء وكسرها، الكسر افصح
لكن طول ما احنا في مصر نفتحها بقى. لاحسن ايه؟ لاحسن الناس يسمعونا يقول لك ابي الحواري، يقول لك يعني عايش في الحواري. نقول ابي الحوارة بس وخلاص. تنزيها للشيخ يعني عن ايه؟ عن اسم اخر له مفهوم اخر في بلدنا يعني. وخصوصا انه يجوز برضو فيها لغة. من نظر الى الدنيا نظرة، نظرة ارادة وحب لها، اخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه. وبهذا الاسناد يقول: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فباطل عمله. اهو او اهل التصوف هم متبعين للسنة، واللي بيعترض عليهم هم المبتدعين. وبهذا الاسناد قال احمد بن ابي الحوارة: افضل البكاء بكاء العبد على ما فاته من اوقاته على غير الموافقة، على غير موافقة شرع الله يعني، اللي هو الندم. البكاء هنا هو الندم اللي هو يؤدي الى التوبة، لان الرسول قال صلى الله عليه وسلم: الندم التوبة الندم. عرف التوبة بالندم، لان الندم هو الذي يؤدي الى الاقلاع والى العزم، اللي هو ركن التوبة. زي ما يقول الحج عرفة، هل هو عرفة بس؟ ده عرفة وغيره، بس اهم حاجة في الحج عرفة، وفي اركان اخرى. فما يقول لك التوبة الندم في الحديث مش معناه الندم فقط، يعني اهم ركن فيها الندم، لان الندم يؤدي الى الاقلاع عما انت فيه من معصية والعزم على عدم العودة. لكن لو ما فيش ندم تقوم حتى لو اقلعت ترجع، حتى لو اقلعت. يعني في ناس مدخنين يقول لك انا بطلت السجاير 100 مرة، ده اسهل حاجة تبطيل السجاير، انا بطلتها 100 مرة. لا، انت ما انت رجعت لها تاني، لانك لما بطلتها ما كنتش كارهها وما كنتش ندمان على انك كنت مدخن، انت بتبطلها بس لانك زهقت منها، لكن لا كارهها ولا ندمان. لكن اول ما يروح الزهق ده ترجع تشتغلها تاني تشربها تاني. كذلك الانسان في المعصية لو ما كانش عنده الندم حتى لو اقلع في الحال يرجع لها تاني، فلازم الندم. عشان كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم شخص الدواء، قال لك التوبة الندم، هي دي الندم، هو ده الحاجة اللي تخليك تتوب توبة نصوح. وبهذا الاسناد قال احمد بن ابي الحوارة: افضل البكاء بكاء العبد على ما فاته ما فاته من اوقاته على غير الموافقة. وقال احمد: ما ابتلى الله عبدا بشيء اشد من الغفلة والقسوة. الغفلة لان الغافل بالدنيا اذا ذكرته لا يتذكر، والقاسي اذا وعظته لا يتعظ. فما فيش اشد من الاثنين دول، لانه السكة اتقفل، قلبه مقفول خلاص، هتوصل له منين؟ اذا ذكرته لا يتذكر لغفلته، واذا وعظته لا يتعظ لقسوته، يبقى خلاص بقى اتقفل. كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، فنسأل الله السلام. ونقف على سيدنا ابو حفص عمر بن مسلمة الحداد، ونقرأ الفاتحة لسيدنا احمد بن ابي الحوارة، نفعنا الله به وجزاه الله عنا خيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم